أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم سورة الفاتحة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفينا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم منبر النور پر تشریف فرما والد بزرگوار اور برادر صغیر سید عبدالرزاق بابو برادر کبیر سید شاہ نواز باپو حاضران محفل پردانشین مائیں بہنیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسول النبی الامین المقین المتین الرائف الرحم الکریم غوث اعظم ممنی بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ امام مدد بگردا بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد بنیا معین الدین چشتی مدد بنیا معین الدین چشتی سرورا شاہ کریمہ دستگیر اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں یک نظر کن سوئے ماں لکھم سکن اپنی بہا حر الوبا الحاطمہ المصطفیٰ والمرتدہ وابنا ہما والخاتمہ آئیے اپنی اس محفل نور کا آغاز ہم سب سے پہلے آقا نامدار مکی مدینہ کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار
अनिश्चय बेकसा चारा।